مجد الآب والابن والروح القدس الآن وكل أوان وإلى دهر الداهرين آمين. أولا جزيل الشكر لأستاذ أبونا الحبيب على محبته ودعوته الكريمة. كل سنة وحضراتكم كلكم بخير، أيام مبروكة. من البروجرام الموجود في إيدينا، أنا فهمت يعني إن النهضة كلها بتتكلم عن الست العذراء من الأجبية، مش كده؟ جود. النهاردة أبونا طلب إن احنا نتكلم عن الصلوة اللي بتخص الست العذراء في صلاة النوم حسب الترتيب في الكنيسة القبطية. الكنيسة بإفراز روحي عظيم جدا رتبت ان كل ساعة من ساعات اليوم ليها صلوة. يعني الكتاب اللي في ايدينا دلوقتي ده الأجبية، كلنا عندنا الأجبية، لكل ساعة من ساعات اليوم ليه صلوة، والصلوة دي ليها ترتيب، والترتيب ده ثابت ما بتغيرش. فكل صلوة بتبتدي طبعا فلنشكر صنع الخيرات، مزمور 50، ارحمني يا الله عظيم رحمتك، وبعد كده مزامير يخص الصلوة دي. احنا قلنا الصلوات حسب الساعات، بل المزامير تخص الساعات، وبعدها جزء من الإنجيل المقدس، وبعدها ثلاث طلبات، والثلاث طلبات دول برضو يخصوا أحداث الساعة المعينة دي، وينتهوا بالطلبة الثالثة اللي هي تخص ست العذراء. احنا فهمنا دلوقتي الترتيب شكله ايه، اكيد الحاجات دي اتناقشت معاكم قبل كده يعني. بس البوينت اللي عاوز اتكلم فيها ان الكنيسة بافرازها الروحي الكبير اختارت المزامير اللي تدخلنا في جو احتفال الساعة دي. يعني كل ساعة من ساعات اليوم عندنا حفلة في الكنيسة، كل ساعة باكر الصبح نقول ايه؟ أيها النور الحقيقي الذي يضيء لكل إنسان آتٍ إلى العالم، أتيت إلى العالم محبتك للبشر والخليقة تهلل بمجد، مش كده؟ طب ونيجي على ست العذراء نقول لها ايه؟ في باكر أنت هي أم النور الحقيقي، مش كده؟ يعني مربوط حتى طلبة العذراء ليها علاقة بأحداث الساعة. اتفقنا يا جماعة؟ دي نقطة مهمة جدا، وحنيجي على نفس النقطة بعد دقيقتين. طيب نيجي في آخر النهار الساعة 11، الساعة 11 يعني تقريبا الساعة 5 بعد الظهر. فالساعة 5 بعد الظهر بيكون هيبتدي الغروب يحل، فعشان كده بنسميها الغروب، صلاة الغروب. فنقول الست العذراء ايه؟ لكل إثم بحرص ونشاط فعلت، ولكل خطيئة بشوق واجتهاد ارتكبت، هيئي لي أسباب التوبة أيتها السيدة العذراء. أنا متأكد اتكلمت في الموضوع ده امبارح، مش كده؟ هيئي لي أسباب التوبة. أنا اليوم كله عمال بلخبط، ونرفزة هنا وكراهية هنا، وصوتي يعلى هنا، وبفكر غلط في الناس من هنا، كلها أخطاء أخطاء أخطاء. هيئي لي أسباب التوبة. جات الساعة اللي المفروض أتوب فيها قبل ما النهار يروح كلية، يبقى اليوم خلص حسب النظام اليهودي. قبل ما اليوم يخلص هيئي لي، فكريني بخطاياي عشان أتوب عنها. طيب خلصنا الساعة الغروب، الساعة 11 اللي هي ساعة التوبة. نيجي النهاردة نتكلم على إيه بقى؟ على الساعة 12 اللي هي صلاة النوم. بنقولها إيه؟ آياتها العذراء الطاهرة، اسبلي ذلك السريع، أنتوا حافظين، انهدي نفس المريضة للصلاة والسحر. انهدي نفس المريضة، يعني إيه الكلام ده يا جماعة؟
يعني ايه انهدي؟ مين عارف؟ كلمة يمكن احنا ما بنستعملهاش كتير في العربي المصري والسوداني، لكن لو نبص للشرق، بلاد الشرق الشام يعني، يستعملوها اكتر مننا. انهض يعني قوم، انهدي نفسي المريضة، صحي نفسي للصلاة والسهر. مش عارف، عاوز افكر حضراتكم بحاجة يعني كنا احنا على الاقل بنعملها في عيلتنا في مصر. ما اعرفش الكلام ده موجود عندكم في السودان ولا لا. لما كان الواحد يشتغل في مصر لغايه الظهر ويرجع البيت ياخد حمام وياكل لقمه ويقول ايه، ينام له نص ساعه عشان يبتدي شغل تاني بعد الظهر او خدمه في الكنيسه. فكنت اروح اقول لماما، ماما من فضلك صحيني الساعه 4:30 عشان عندي خدمه الساعه 5، صحيني. يعني ايه؟ انهضيني، صحيني، انهضيني لان عندي ميعاد. لما بقول للست العذراء انهضيني بأكلمها كايه؟ كماما، كأم. انهدي نفسي المريضة للسهر، للصلاة. ايه ده؟ ايه الدالة القوية دي؟ اوف كورس، اوف كورس. ان كانت هي أم الله، ان كانت هي أم المخلص، كم تكون أم المخلص لأولاده وبناته؟ أمهم. حاجة مش غريبة، بس لازم نحس بيها. ما يبقاش درس جاف، لكن لازم العشر دي تدب فينا وتكون العلاقة بيننا وبينها على المستوى ده. انهدي نفس المريضة. الكنيسة بتفكرنا كل يوم نكلمها كأم، نطلب منها طلب كأنه دنيوي، كأننا بنكلم أمنا الدنيوية الجسدانية، ولكن ما بطلبش منها حاجة جسدانية. الساعة اللي فاتت على طول الساعة 11 طلبت منها تفكرني بأن أتوب، وخلصت التوبة خلاص. أما الساعة 12 أنا بعد التوبة اللي قدمتها وبعد الخطايا اللي عملتها طول النهار همدان وتعبان، فانهدي نفسي المريضة. طيب هفضل مريض لإمتى؟ مش للأبد. ليه؟ لأن في هذه الساعة، ساعة النوم، فيها احتفال. وما هو هذا الاحتفال يا أحبائي؟ مش عارف، احتمال يكون سربرايز لنا. الاحتفال في الساعة 12 هو دخولنا إلى القدس، دخولنا للقدس كي نتقابل مع إلهنا قبل ما اليوم ينتهي. هتقولوا لي طب فين إثبات الكلام ده؟ طيب يا جماعة نرجع خطوة بس قبل الطلبة بتاعت الست العذراء، هنلاقي إنجيل إيه؟ النوم، إنجيل الساعة 12 بنقول إيه؟ وإذا إنسان كان بأورشليم اسمه سمعان، وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل، والروح القدس كان عليه، وكان قد أعلم بالروح أنه لا قبل أن يعين المسيح رب، فأقبل بالروح إيه؟ إلى الهيكل. طب وإيه دخل الموضوع ده في الساعة بتاعتنا الساعة 12؟ لا يا جماعة، ده الكنيسة بتقول لنا هذه هي الساعة التي فيها نذهب كلنا للهيكل وندخل الهيكل. عشان كده بقول لها انهدي نفسي المريضة كي تدخل الهيكل فتبرأ من مرضها. هو ممكن أبرأ من مرضي وأنا قاعد على فراش المرض؟ لازم أروح مستشفى. لو عاوز أكمل توبتي وشفائي من المرض لازم أدخل القدس، لازم أدخل الهيكل مع سمعان. أحب نركز قوي على حتة سمعان الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام، ده اللي بنركز عليه، لكن في هذه الساعة يوميا مش ده الموضوع، مش ده الموضوع. الموضوع دخل إلى الهيكل. إذن يقودنا سمعان الشيخ كل يوم في الساعة 6 مساء، الساعة 12 في صلاة النوم، كي ندخل معه إلى الهيكل. ولما جاء يسوع، ولما أتى بيسوع أبواه
إلى الهيكل. لما حندخل الهيكل حنلاقي مين؟ يسوع. ماشي مع بعضها ولا لا؟ طبعا احنا مش هندخل الهيكل حنلاقي فاضي، مش هنلاقي الشمع مطفي، ده حنلاقي نور العالم منور، لأن عيني قد أبصرت خلاصك. أنا بدور على خلاصي من نفسي المريضة، هذا الخلاص لا يمكن أن يكون بعيدا عن هيكله، لأننا إذا ما وقفنا في هيكلك المقدس نحسب كالقيام في السماء حيث عرش الله في السماء. لا يمكن أن نبرأ خارجا عن الهيكل. وأيضا في العهد الجديد في الهيكل فقط يقدم المسيح للمجد جسده ودمه. من يأكلني يحيا بي، جارانتيت حياة أبدية. إزاي؟ في الهيكل. عرفت موضوع الساعة النوم إيه؟ أو صلاة النوم إيه؟ الساعة 12 اللي بيحصل فيها؟ طيب أوكي يا جماعة، عشان ما أطولش على حضراتكم أكتر من كده، بالمناسبة هسأل سؤال كده ونبتدي النص الثاني من الموضوع. أنا قلت الكنيسة حطت لنا مزامير في كل ساعة من الساعات. معظم عدد المزامير في الساعات متقارب ما عدا باكر. لكن المزامير بتمسكنا من إيدينا عشان تعرفنا الاحتفال بتاع الساعة 12 هو عن إيه. فبالمزامير الكنيسة بتقودنا في رحلة عشان ندخل في هذه الرحلة إلى إيه؟ إلى الهيكل، إلى القدس وقدس الأقداس. هاخد لحضراتكم بس آية واحدة من كل مزمور، أوكي؟ بالدور. والمزامير عددهم من مزمور 129 لمزمور 147، في طبعا شوية متشالين من الوسط. طيب، أول مزمور يقول إيه؟ انتظرت نفسي من الأعماق، صرخت إليك يا رب، انتظرت نفسي الرب من محرس الصبح إلى الليل. أنا قاعد منتظر هذا المخلص اللي هيخلصني من محرس الصبح، من الفجر إلى الليل، من محرس الصبح فلينتظر إسرائيل الرب، لأن الرحمة من عند الرب. لا لا، أنا مش بس قاعد بشتغل وباكل لقمة عيشي وأجيب دخلي عشان أصرف على البيت، ده أنا قاعد منتظرك يا مخلصي من الصبح من الفجر، منتظر هذا الاحتفال اليومي من محرس الصبح إلى الليل. فلينتظر إسرائيل الرب. طب إسرائيل يعني بتتكلم على إسرائيل العهد القديم، بتتكلم على إسرائيل اللي هو يعقوب وولاد يعقوب وبني إسرائيل، مش ده اللي بنتكلم عليه؟ لا طبعا، الكنيسة بتاعتنا مش هترجعني ورا 2000 سنة، ده الكنيسة بتقول لي إيه؟ أنت يا ابني إسرائيل العهد الجديد، بني إسرائيل، ألم يمثل يعقوب في القديم المسيح للمجد وأيضا إسحاق؟ فأنا وحضراتكم إسرائيل العهد الجديد، فلينتظر إسرائيل الرب لأن الرحمة من عند الرب. جود جود، نكمل ويقول وأنا منتظر ابتديت أقلق وروح الأمل مني، فيقول اضطريت أن أرفع صوتي كأني فاقد الأمل، لكن رفعت صوتي مثل الفطيم من اللبن على أمه. يعني إيه الفطيم من اللبن؟ السيدات الأمهات عارفين طبعا، الولد يعيني هي عاوزة تفطمه، فمن عامل اللبن بتاعها فبيعمل إيه؟ بيعيط. لكن رفعت صوتي مثل الفطيم اللي نفسه في بق لبن منك على أمه. بس اللبن إيه؟ اللي جاي لي من إلهي الذي يشبع نفسي وحده. لكن مع الانتظار ده كله اليوم كله، جيت في آخر النهار وقعد منتظر منتظر منتظر، مفيش حاجة جت، فاضطريت أن أرفع صوتي كصوت الفطيم من اللبن على أمه، اسمعني يا مخلصي. مزمورة 131، ما ينفعش أرفع صوتي وأنا قاعد في بيتي، لا ده لازم أدخل إلى قدسه، قدس اللي هو المكان اللي احنا فيه دلوقتي ده، هنا قدس الأقدس، لازم أدخل إلى القدس عشان أقابله.
يقول إيه؟ فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدماه. قم يا رب إلى راحتك أنت وتبوت موضع قدسك. كهنتك يلبسون البر فين؟ بيلبسوا الذهب بتاعهم فين؟ ثياب البر فين؟ في الشارع برا؟ في القدس وقدس الأقداس؟ مش كده؟ يبقى منتظر اليوم كله قلمست الأمل هيروح مني، فرفعت صوتي مثل الفطيم عن اللبن على أمه، فكان النداء الداخلي فلندخل إلى مساكنه ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدمه. طيب ده أول تلت في المزامير. التلت الثاني، هل يا جماعة ينفع أجي للقدس في هذا الاحتفال الجميل اللي فيه حقابل مخلصي أنا لوحدي؟ إيه رأيكم؟ ما ينفعش، دي أنانية، والأنانية لا مكان لها في الروحانية، لأن إلهنا إله محب. عشان كده سمي إيه؟ بي مايروميان آغاثوس، محب البشر الصالح. محب البشر في برايتون بس ولا بشر كينزينغتون بس؟ محب بشر العالم irrespective of ديانتهم ولا أصلهم ولا فصلهم، هو اسمه محب البشر لأنه خلق كل البشر على صورته ومثاله، إذن بيحبهم. مش ممكن الأب ينحاز لولد من أولاده ويرمي الباقيين، لا 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 لا، مش موضوعنا النهاردة. فعشان كده ما ينفعش أجي لوحدي، ده لازم ألم كل اللي عرفهم، تعالوا تعالوا معي. هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا. برافو عليك. المزمور اللي بعد كده، مزمور 132، هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة. ولكن ستوب هي، الكلام اللي نتكلم عليه في الاحتفال بتاع صلاة النوم مش يسكنوا معا في البيت ولا يسكنوا معا في رحلة، لا، هباركوا الرب يا عبيد الرب القائمين، مين يكمل؟ في ديار بيت الرب. يبقى هو ذا ما أحسن وما أحلى أن يسكن الإخوة معا عبيد الرب في بيت الرب. دي الصورة اللي عاوزينها، دي صورة الاحتفال في الليالي، بالليل في الليالي. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. ارفعوا أيديكم مش في القدس، إلى القدس. نداء يا جماعة، يعني بعضهم لسه واقفين تحت بعيد عن القدس، فارفعوا أيديكم تجاه القدس وباركوا الرب. فيبارككم الرب من صهيون. قدس الأقداس هو أورشليم، يمثل أورشليم. إذن الساحة اللي جنبيه أو اللي تحتيه أو اللي قبله تمثل إيه؟ زين، صهيون. ارفعوا أيديكم إلى القدس وباركوا الرب. يبارككم رب من صهيون الذي خلق السماء والأرض. وبعدين كده متفقين على الرحلة؟ احنا واصلين فين دلوقتي؟ تيجي تقولي طب ايه دخل انا عاوز اجي اتمتع بخلاصي وشفائي من نفسي المريضة لوحدي، انا مالي بغيري؟ اقول لك لا يا حبيبي، لا 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 لا، ده ابونا في كل قداس، مش بس في كل قداس، في كل سر في الكنيسة القبطية. لما يصلي حاجة اسمها أوشية الإنجيل بيعمل ايه؟ يمسك الشوريا ويرفع البخور ويقول ايه؟ اذكر ايضا يا سيدنا كل الذين امرونا واوصونا ان نذكرهم في سؤالاتنا وطلباتنا التي نرفعها. الله، ايه دخل الموضوع ده؟ انت بتصلي يا ابونا اشيل الانجيل عشان ربنا يفتح مخ الناس وقلبهم ويسمعوا الانجيل وتعلموا منه، ايه دخل الموضوع ده؟ ايه دخل الذين اوصونا؟ ابونا يقول ما ينفعش يا احبائي، ده لو الكنيسة فيها واحد ممكن يكون فيها 1000 نفس مش شايفينهم احنا، لكن الله وحده هو اللي شايفهم. وما دام ربنا شايفهم والناظر الى المتواضعين، يبقى هو جمعهم تحت ايه؟ ظله الالهي، اصبحوا اخواتنا واخواتنا، لازم نصلي من اجلهم
وابونا يصلي هذه الصلوة قبل ما ندخل على قداس السر، واحنا لسه في قداس الكلمة، قداس الموعظين. almost شرط، تقريبا شرط عشان ندخل الهيكل قدس الأقداس، لازم ندخل معانا أصحابنا وصحباتنا وجيراننا واللي نعرفهم واللي ما نعرفهمش، ونقدمهم للمسيح. فينقول نحقق الآية الجميلة اللي في مزمور: للرب الأرض وملؤها، المسكونة وكل الساكنين فيها. مش أنا جاي لوحدي، لا. وبعدين جاء واحد من ضمن الناس الموجودين هنا بره القدس ويقول لي: طب وإيه اللي جبنا الكنيسة ونتعب ونركب عربية ونيجي؟ ما نصلي في آخر اليوم من ما احنا موجودين وخلاص في المحل بتاعي ولا في بيتي، ولا خلاص كلمتين كده ونمشي. اللي هو مزمور إيه بقى؟ مين يفتكر؟ على أنهار بابل، فاكرين؟ على أنهار بابل هناك جلسنا عندما، انتوا حافظين المزمور، سألونا الذين سبونا: سبحوا لنا تسبحا من تسبيح صهيون. صهيون هنا، سبحوا لنا تسبحا من اللي بتقولوها في الكنيسة. ردنا عليهم وقلنا لهم ايه؟ ستوب، كيف نسبح الرب تسبحة في أرض غريبة؟ ازاي؟ ما ينفعش. التفت لإخواتي وأخواتي اللي معايا وقلهم: يا أحبائي، ما ينفعش نكون في بيوتنا، نشد حيلنا ونروح بيت الله مهما صلينا في أي مكان. It is different عن ما أن احنا نيجي في بيت الله وناخد بركة بيته. يبقى النقطة الثانية: جمعنا كل اللي نعرفهم وما نعرفهمش عشان ييجوا معانا، فالاحتفال يكمل. مش ممكن أي حد يعمل حفلة لوحده. في حد بيعمل فرح لوحده ولا خطوبة لوحده ولا جنازة حتى لوحده؟ مش ممكن. لازم في الاحتفال كل المعارف وغير المعارف والجيران يكونوا حاضرين معنا، وده اللي بنعمله كل يوم بالليل في صلاة النوم. وبعدين عملت جهزت الاحتفال وجهزت مكان الاحتفال. يس، اعمل ايه بقى؟ ادخل جوه نفسي بقى، خلاص ادخل جوه نفسي وابتدي اطلع كل اشتياقاتي واقدمها له. واجي في المزمور بتاع 137 واقول له: اعترف لك يا رب من كل قلبي لانك استمعت كل صلواتي. كل الانترودكشن اللي كنت بحضرها دي تمت. جيت وقفت في القدس وسجدت عند موطئ قدميه وحسيت بوجوده قدامي. ولما حسيت بوجوده قدامي بقيت اكلمه وطلع اللي في قلبي ونفسي اقوله له: اعترف لك يا رب من كل قلبي لأنك استمعت كل كلمات فمي، أمام الملائكة أرتل لك. من يكمل؟ وأسجد قدام هيكلك المقدس. ليكن رفع يدي كذبيحة مسائية، لتكن صلاتي كالبخور قدامك. لا 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 لا، احنا من دي بنتكلم على الشكل اللي بيننا وبين بعض الناس الأصحاب، إن احنا هنصلي في أي مكان. شوف بقى لما الواحد دخل للعمق، دخل للقدس وقدس الأقداس، بيقول له إيه؟ بيقول له: أنا بقول لك بقى بالحقيقة اللي جوايا، اشتياقي الكبير قوي ليك لتستقم صلاتك البخور قدام. أين يقدم البخور يا أحبائي؟ في البيت، برا القدس، ولا في الشارع؟ هذا هو مكان البخور. ديفنتلي دي خطوة فيرذر، أنا طلعت خطوة قدام أكتر لما حسيت بوجوده قدامي في آخر النهار. لتستقم صلاتك البخور قدامك، وليكن رفع يدي كذبيحة مسائية. أنا بقول لأصحابي: ارفعوا أيديكم إلى القدس، لكن أنا بقول له: لتستقم صلاتك وليكن رفع يدي كذبيحة. مش بس كأني رافعها قدام القدس، ده خدها يا رب كأنها ذبيحة قدامك. جميل جميل جدا. نكمل مزمور 141: أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. فيش حد في الدنيا حيملى حياتي ويشبع عطشي وجوعي غيرك أنت. أنت هو رجائي وحظي في أرض الأحياء. انست إلى طلبتي فإني قد تزللت جدا. نجني من الذين يضطهدونني، لا
لننام قد اعتز ونكمل. بعد كده يا جماعة نيجي في نهاية الاحتفال، جيت بيت الله، شعرت بوجوده قدامي، وجوده قدس فمي وقدس لساني وطهر عقلي ونقى قلبي. فإيه اللي حصل؟ بطلت أطلب طلبات. ما بتعمل إيه في الحفلة دي؟ بتعمل إيه؟ ابتديت أسبحه. لما عيني تبقى مليانة ونفسي شبعانة مش عاوز حاجة، أنا عاوز أشكر أشكر أشكر، سبح سبح سبح، ده اللي عاوز أعمله. وهذا هو نهاية الاحتفال. علشان كده كنيستنا الملهمة بالروح القدس أيضا في نهاية كل قداس بنقول مع بعض مزمور 150، سبحوا الله في قدسه، سبحوه بالنغم وبالرأس وبالدفوف والصفوف، كل نسمة فلتسبح اسم الرب إلهنا. نقول إيه؟ ده ادانا جسده ودمه، ما فيش حاجة نقدر نطولها أكتر من كده. قوموا سبحوه يا جماعة، ما حدش يقعد، اقف على رجليكم. قلدوا داود، قام رقص قدام تابوت العهد من كتر ما كان متجنن من الفرح. في اخر ثلاث مزامير في صلاة النوم مزامير التسبيح، هاخد آية بس من كل واحد. اول واحدة مزمور 145، سبحي يا نفسي رب، وسبح رب في حياتي وأرتل لإلهي ما دمت حيا. مش عايز اطلب حاجة، لا لا لا، يبص جواي يقول يا نفسي اللي جوايا، يلي في بداية الاحتفال كانت مريضة، انت خفيتي من المرض اللي دخلتي بيت الرب. سبحي نفس الرب، وسبح الرب في حياتي ورتل الإلهي ما دمت حيا، مش بس بالليل ولا بالنهار. سبحوا الرب فإن المزمور جيد ولإلهنا يلذ التسبيح. مين يستطيع يا جماعة ان هو يقول التسبيح لذيذ إلا لو كانت لمس بإله التسبيح؟ مش ممكن، لازم هو يلمس لساني وبقي وعقلي عشان أحس بجمال التسبيح قدامه. وآخر مزمور، أنا دعيت الناس تيجي عشان تحتفل معايا، اللي دخلوا منهم وحضروا معايا هذا الاحتفال في أورشليم السمائية، هنا بقول لهم إيه؟ ببص يميني وشمالي، سبح الرب يا أورشليم، سبح إلهك يا صهيون، لأنها قد قوي مغاليق أبوابك يبارك بنيك فيك، يملأ تخومك، مش كده؟ هذا هو الاحتفال اليومي في صلاة النوم كل يوم. نرجو من كل قلوبنا إن إلهنا الصالح الذي لا يشاء موت الخاطئ مثل ما يرجع واحد، الداعي لكل خلاص لأجل موعد بالخيرات المنتظرة، أن يقبلنا في نهاية كل يوم نأتي ونسجد في الموضع الذي فيه استقرت قدمه، ويجعلنا مستحقين أن نقول قم يا رب إلى راحتك إلى موضع قدسك، ويصير موضع قدس الله ليس فقط في الكنيسة ولكن في قلب وعقل كل واحد فينا. قم يا رب إلى راحتك، واجعل قلبي وعقلي مكان تستريح فيه وتفرح به وفيه. لله المجد.